what grade are you in? I'm in grade 2. حبايب قلبي grade 2 نكمل connect second term. عندنا unit 11 النهاردة. التايتل بتاعها ايه؟ At the toy store. At the toy store. At the toy store. At the toy store. كلمة toy يعني لعبة وجمعها toys. وستور يعني محل. توي ستور محل الألعاب أو متجر الألعاب. At the toy store. At the toy store. ناخد الفوكاب بتاعنا في التوي ستور أو محل الألعاب. توي ستور. توي ستور. كايت. 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 روبوت. Robot. 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 Board. 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 Airplane. 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 Yellow, one more time. Toy store. Toy store. Kite. Kite. Robot. Robot. Board. Board. Airplane. Airplane. Great. 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 Big. Small. Small. بص خد بالك معايا من الحته اللي جايه دي. Letter A لو جه بعده letter L. Letter A هننطقه ازاي؟ يعني هنا نقول ايه؟ Small. Small. مش small، نقول small. 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 هنا تاني برضه هتتكرر letter A هيجي بعده L فنقول tall. 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 Small. Small. Tall. Tall. Short. 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 Great. Great. Big. Big. Small. Small. Tall. Tall. Short. Short. بص يا روح قلبي ركز معايا هنا عشان اقول لك قاعدة مهمة قوي وسهلة جدا. Singular noun الاسم المفرد. المفرد ده يا اما بيكون قريب يا اما بيكون بعيد. تعال كده نشاور على القلم ده من قريب ونشاور عليه من بعيد. اوكي، لما باجي اشاور من قريب كده بقول this is. بقول ايه؟ this is. اطلع لسان this is. this is. وقبل الاسم المفرد لازم ا او ان. طب هنا pen هتاخد ا ولا ان؟ يبقى this is a pen. This is a pen. This is a pen. This is لو جينا بقى شاورنا على القلم ده من بعيد هنقول ايه؟ That's a pen. That's a pen. That's دي اصلها that is. That is this is kid. اي that is a pen. او نقول that is a pen. That is a pen. وليها اختصار that's، ودي اللي بنستخدمها اكتر. That's a pen. That's a pen. يبقى انا اهو لو عندي حاجه هشاور من قريب اقول ايه؟ This is a pen. This is a pen. اشاور من بعيد that's a pen. That's a pen. اشاور من قريب this is a ball. This is a ball. اشاور من بعيد that's a ball. That's a ball. جميل. هنشاور على المروحه لو من قريب نقول this is a fan. لو من بعيد that's a fan. يبقى عرفنا المفرد القريب والمفرد البعيد. طيب تعال اقول لك على حاجه ليها سؤال برضه، والسؤال مش موجود علينا احنا، علينا this is و that is، بس انت برضه لازم تعرفها عشان سهله قوي. يعني مثلا لو رسمنا هنا ball. 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 قلنا letter A لما يجي بعده قلنا نقول له فمنقولش ball نقول ball. وعايزين نسأل هي من قريب يبقى هنقول was this. ما هذا was this. was this. was this دي كان اسمها أصلا what is this. كان اسمها أصلا إيه؟ what is this. واختصرناها ل was this كده، نختصرها كده نقول was this. جميل. طيب بص كده هي واضح إنها من قريب، شايف كده هنشيل what ونبدل دول يبقى هتبقى اسمها this is a ball. this is a ball. what is this. what is this. this is a ball. this is a ball. جميل. طيب لو جينا عملنا مثلا bird. 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 this is a bird.
اوكي وشاورنا عليه من بعيد. عايز اسال عليه هقول وات از ذات. ممكن اقول وات از ذات او وات از ذات. دي علشان من بعيد. ولما نيجي نجاوب نعمل ازاي؟ قلنا نشيل وات ونبدل دول هتبقى اسمها ايه؟ That's a bird. That's a bird. That's a bird. يبقى المفرد القريب بنقول له this is والمفرد البعيد بنقول له that's. This is that's. This is that's. اوكي بص يا صديقي اهو بشاور ايه علشان قريب او قلت this is a big orange guy شاورت على قلت this is لكن لو ما تبقى بعيده نقول that is. اوكي تعال بقى اعلمك حاجه من اهم الحاجات اللي هناخدها النهارده ترتيب الصفات. ترتيب الصفات يعني ايه ترتيب الصفات؟ بص يا جميل تعالى مع بعض كده نعمل مثلا تيدي بير وهنعمله سمال صغنن كده ونعمله مثلا لونه نعمله لونه ايه؟ براون اهو براون خلاص براون عشان عايزين نتعلم نقول جملة ونرتب الصفات اللي فيها ده اسمه ايه؟ تيدي بير. تيدي بير. طيب تيدي بير. تيدي بير ده الاسم نفسه انا هشاور عليه من قريب يبقى اقول this is ولا that's. جميل قوي يبقى اول حاجة this is كله يا جماعة صحصح ويفتح معايا هنا لان ده مهم قوي اهو شاورت من قريب يبقى قلت لازم اقول this is. حلو قوي بتاعت المفرد لما بنيجي نرتب انا هقول ايه؟ انا هقول ان ده دبدوب لعبة صغير بني لازم تجيب ايه الاول؟ سايز الحجم المقاس تال شورت بيج سمال. طيب ده ايه؟ سمال يبقى this is a small لا لسه هنقول لونه بني. بص لازم نعمل ايه بقى بعد الحجم السايز كاما نعمل بعديها ايه كاما يبقى this is a small brown teddy bear. This is a small brown teddy bear. يبقى انا وصفته كده teddy bear ده الناون الاسم اهو وبعدين وصفته ترتيب الصفات بيبقى ازاي؟ قلنا اول حاجة سايز المقاس الحجم tall short big small وبعدين بعد كده نعمل كاما وبعدين color اللون وبعدين noun الاسم. لو جينا شاورنا على ده من بعيد بنفس شكله هنقول ايه؟ برافو يا رفاء هنقول that's a small brown teddy bear. That's a small brown teddy bear. طب تعالى معايا كده نعمل روبوت. بص اعمله طويل باصص لك اهو. هلو انا لذيذ روبوت عارفين لذيذ؟ مستر روبوت انا اعمله طويل يلا قولوا لي نعمله لونه ايه؟ يلو 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 يلا مرة جانب هنعمل حاجة رصاصي حاضر يلو. طيب يلا بينا مع بعض بقى نشاور عليه من قريب يبقى نقول this is ولا that's. برافو ادي اول حاجة يركز عشان هتعملوا حاجات كتير زي دي لوحدكم this is وبعدين عشان هو مفرد نجيب a. طيب قلنا اول حاجة ايه؟ size الحجم tall short big small ده ايه؟ طويل يبقى نقول this is a tall لا لسه color بعد السايز المقاس او الحجم كام نعمل ايه؟ وبعدين نجيب color اللون yellow وبعدين نجيب اسمه بقى هو ايه؟ روبوت روبوت يبقى نقولها ازاي بقى؟ this is a tall yellow robot. This is a tall yellow robot. This is a tall yellow robot.
طب لو شاورت عليه من بعيد مش من قريب اقول ايه؟ اشطر شاطرين. That's a tall yellow robot. That's a tall yellow robot. That's a tall yellow robot. طيب يلا نشوف حاجات من اللي عندنا كده في الكتاب. At the toy store. At the toy store. At the toy store. At the toy store. Robot. 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 Kite. Doll. 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 عندي هنا adjectives. الصفات اسمها ايه؟ adjectives. Short. 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 Tall. Tall. Big. 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 Small. Small. Short. Short. Tall. Tall. Big. Big. Small. Small. اوكي يا ميرنا، could you spell robot؟ R O B O T. برافو، روبوت. يا سجا، could you spell doll؟ D O double L doll. اوكي سجا، could you spell kite؟ K I T K I T E. yes, kite. أسيل، could you spell big؟ B big B I G. yes, big. تيجي نعمل حاجة جميلة. بص يا جميل، يلا نشاور على الروبوت ده ونوصفه. اوكي، ده نشاور عليه من قريب وهسأل لوجين، هتقولي لي this is ولا that's؟ اهو ادي this is. خلي بالك عشان كله هيتسأل this is، وبعدين نجيب ايه عشان المفرد؟ this is a صغنن. This is a small. ولونه ايه؟ جراي. الله عليك، عملنا كما وقلنا جراي ايه؟ روبوت. ويبقى وصفناه صح، اهو الاسم الناون قبله اللون color، قبله سايز الحجم، وبعدين this is او that's لو كان قريب ولا بعيد. This is a small gray robot. طيب يا جميل يا رود، لو انا عايز اشاور عليه من بعيد اقول ايه؟ ايوه الله عليك، برافو. That's a small gray robot. حلوة قوي. طيب يلا بينا يا نور، هنوصف دول. لونها بينك، وهي صغيرة ولا كبيرة؟ يلا بينا نشاور عليها من بعيد. That's لا دول، دي هتبقى آخر حاجة. احنا قلنا نقول الحجم وبعدين اللون وبعدين الاسم. That's a That's a small. لازم الحجم الأول، big small tall short، وبعدين نعمل comma ونقول اللون اللي هو pink. That's a small pink doll. أيوة كده، that's a small pink doll. يا عمر، that's a small pink doll. لو أشاور من قريب يا زياد، أنا هنا قلت that's دي من بعيد، طب القريب بقول إيه؟ بتقول إيه يا عياد في القريب؟ أنا قلت هنا that's في البعيد، يبقى هنا تقول إيه؟ This is a small pink doll. يبقى المفرد القريب يا زيزو this is، والبعيد that's. This is that's. This is that's. محمد رؤوف، kite كبيرة ولا صغيرة دي؟ صغيرة. ماشي يلا قريبة، هنقول this is ولا that's؟
برافو. This is a. نقول الحجم الأول كبيرة ولا برافو. يبقى there is a, this is a small. Yellow and green. عشان اللون فيه لونين اهو. This is a small yellow and green. هي ايه دي بقى؟ Kite. ولو شاورنا عليها من بعيد هنقول ايه؟ It's a small yellow and green kite. طب يلا نشاور على الفيل ده من بعيد. هتقولي روفان. This is ولا that's? That's. ها؟ That's a big gray elephant. Yes, bravo. رتبنا صح. That's a big gray elephant. Nice. Bravo عليك. Thank you so much. هنا الريدنج بتاعنا يا شباب. Number one. This is a big blue kite. This is a big blue kite. كلنا ننطق يا جماعة. This is a big blue kite. This is a big. بص لما شاورنا عليها وصفناها ازاي؟ اهي جبنا الاول سايز الحجم او المقاس وبعدين color اللون وبعدين noun الاسم. This is a big blue kite. This is a big blue kite. It's beautiful. It's beautiful. يا روساندا. This is a big blue kite. This is a big blue kite. It's beautiful. It's beautiful. جميل. You are. من يعرف يقولها زي you are. يا سي يحيى. You are. You are happy in the toy store. You are happy in the toy store. رفايدة. You are happy in the toy store. You are happy in the toy store. يلا عشان الريدنج هتبعتولي على الواتساب تقراه حلو. You are. You are happy in the toy store. You are happy in the toy store. جماعة اللي مش هيبعت الريدنج مش هياخد جايزة في الحفل. You are happy in the toy store. 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 This is a small red robot. This is a small red robot. يا قلبي قولي وبطلي كلام. This is a small red robot. This is a small red robot. This is a small red robot. It's great. It's great. That is a small. بص قولها كده. That is. That is. That is. That is a small red robot. That is a small red robot. It's great. It's great. That is a small red robot. It's great. It's great. نقراها بقى كلها وثلاث جمل سألين قوي. This is a big blue kite. This is a big blue kite. It's beautiful. It's beautiful. You are happy in the toy store. 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 That is a small red robot. Red. No. No. That is a small red robot. That is a small red robot. It's great. It's great. جميل. أو قلنا المفرد القريب بنشاور عليه نقول إيه؟ This is. This is a kite. This is a kite. لكن المفرد البعيد نقول that is. That is. ونختصرها نقولها إزاي؟ That's. That is. That's. That is a robot. That is a robot. That is a robot. هنا يا شباب هنقول يا احمد يا سعد. This هتاخد ايه من فوق؟ This that this this ولا this is؟ برافو. This is a kite. يوسف number two. بنشاور من بعيد. This ولا that? That. That. That is a doll. That.
نقرأ الجملة كلها. There is a doll. There is a doll. شفت لما شعورنا من قريب اهو قلنا this is a kite. لكن لما شعورنا من بعيد قلنا there is a doll. الهومورك بتاعي هنا كلماتنا اللي هتتسمع توي ستور. محل الالعاب توي ستور. روبوت. روبوت. شورت. شورت. تال. 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 سمال. سمال. بيج. بيج. هلا. Read both of these sentences and choose one. اقري جملتين واختاري واحد. برافو. It's a small yellow kite. And the second. جميلة هلا. It's a short black robot. Which one? One or two? Good job. It's a small yellow kite. Thank you يا أحلى لولي. محمد هاش. Read both of these sentences and choose one. It's a big green. Red. Red box. It's a big red box. It's a big red bear. Bravo. It's a big red bear. Which one? It's a big red bear. Good job. It's a big red bear. إياد جمعة. Read the first sentence. It is? Good job. It is a tall giraffe. Circle the tall giraffe. It is a tall giraffe. Mizo, read the second sentence. Bravo. There is a toy store. متجر الألعاب. Circle the toy store. Omar Mabrook, read the third sentence. Number three. It is big. It is big. Circle the elephant because it's big. Yusuf, could you spell small? S M A double L. Small. Good job. Omar Al-Hallaq, could you spell toy? T O Y. Good job. Toy. Hamad Mahmoud, could you spell store? S T O R E. Store. Bravo. Omar Ghunim. Kite. Yes, number one, kite. Yasin. Yahya. I'm sorry. Number two. Robot. Yes, good job. Robot. Number two. Iyad Abdullah, number three. Doll, good job. Mingam, Muhammad. What's the missing letter in big? I, good job. Circle letter I and write it here. Yeah, Yasin Islam. What's the missing letter in tall? T. T, good job. Tall. Circle letter T and write it. Adam, what's the missing letter in small? S. S. Circle letter S and write it here. منعم. هنا بنشاور من بعيد. هنقول this ولا that. برافو منعم. That. نقرأ الجملة كلها بقى. That is a small green robot. عايز أسمع كل الناس. That is a small green robot. That is a small green robot. One more time. That is a small green robot. Bravo, excellent. اللي وراء. That's a big. هنقول ايه هنا؟ اللون بقى اللي هو yellow. That's a big yellow kite. 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 زي ما اتفقنا يا شباب، قلنا المفرد القريب بنقول this is، والمفرد البعيد نقول that is. بعدين نجيب size، الحجم، short قصير، small صغير، big كبير،
tall, طويل. بعد ال size بنجيب color: green, yellow, black, orange, red. noun الاسم بقى آخر حاجة: doll, balloon, bear, robot. عمر هنا عايزين نوصف ده من قريب كده ونقول ان هو دب كبير لونه بني. هنقول this is ولا that's؟ اوكي او this is a. هنجيب اول حاجة size المقاس اللي هو ايه يا شباب؟ big. This is a big. وبعدين نعمل comma. بعدين نجيب مين يا شباب؟ color اللون brown. This is a big brown bear. This is a big brown bear. طب لو شاورت عليه من بعيد؟ Oh, that's a big brown bear. That's a big brown bear. جميل. طب يلا لارين هتشاور لي على الصغنن ده من قريب. هتقولي ايه يا قلب؟ This is bravo. This is a small brown bear. This is a small brown bear. لو شاورنا عليه من بعيد هنقول ايه؟ هنبدل this بايه؟ بذات. تبقى that is a small brown bear. طيب رفايدة هتشاور لي بقى على الروبوت اللي لونه أصفر ده. هنشاور عليه من قريب نقول this is a. بصي هو جايب لي اهو. This is a tall yellow robot. برافو عليك. This is a tall yellow robot. لو شاورنا من بعيد بقى يا ايلا هنقول ايه؟ That is a tall yellow robot. That is a tall yellow robot. يبقى احنا عرفنا الترتيب عامل ازاي. This is للقريب. That is للبعيد. وبعدين نجيب A بتاعت المفرد. بعد كده size: tall, short, big, small. بعد كده color اللون. بعد كده noun الاسم. طيب اخر حاجة هنا دي هتوصفها لي ريم خالد. هتشاور على الروبوت ده من قريب تقول ايه يا جميلة؟ This is a. This is a short. وبعدين نجيب اللون بقى اللي هو ايه؟ red. This is a short red robot. This is a short red robot. رتب دول بقى في البيت انت في الهوم ورك. اهو دول الاشكال اهو اللي احنا عملناها. كل واحد فيهم رتبه بالشكل الصحيح بقى. البوكلت open your booklet. اقرا معايا تاني كده الهوم ورك بتاعها. Toy store. Toy store. Toy store. Toy store. Kite. Kite. Robot. Robot. Board. Board. Airplane. Airplane. Great. 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 Big. Small. Small. Tall. Tall. Short. Short. Rosenda. Number one هنا كلمة ايه يا قلب؟ board. yes board. يلا match with the board. board. sit down. مين جنبها؟ يلا حبيبي. number two read. اقرا. airplane. يلا match with the airplane. يلا جميلة. number three أمر. برافو. توي ستور. ماتش وذ ذا توي ستور. مين جنبك؟ لولي. مين؟ ماشي اتفضلي يا جميل. ها نمبر فور.
Kite, yes, match with the kite. يلا قولوا لي. Number 5. ايه يا حلا؟ Robot, robot. وصلها بقى match with the robot. روفان. Train. Could you spell train? T R A I N. Good job, أحلى روفان. Train. Train. يلا نور. Big. B I G. Good job. لجين. Shout. S H O U T. Bravo. Shout. يصيح. Shout. يلا جميل. Short. S H O R T. Short. Excellent. Short. Train. Big. Shout. Short. أسيل فياض. What's the missing letter in igloo? Oh, good job. طب لو عايز اقول انا عايش في igloo هقول ايه؟ الله الله. I live in an igloo. I live in an igloo. Who lives in the igloo? مين بيعيش في الإيجلو؟ اوكي. Inuit. Inuit. برافو عليك. هي البنت اسمها اوكي بس اللي بيعيشوا فيه انه اسمهم Inuit. يلا بينا يا ساج. Small. What's the missing letter in small? A. A. Good job. يا مرنا. What's the missing letter in grapes? A. A. What's the missing letter in tall? A. شفت يا شباب هنا بيأكد عليا. This is للمفرد القريب. That is للمفرد البعيد. يلا نقرأ. This is. This is. That is. That is. This is. This is. That is. That is. يلا اعملها معايا عشان ما تنساش. يلا. This is. This is. That is. That is. This is. This is. That is. That is. من شهر من قريبة قلنا نجيب السايز الأول وبعدين color وبعدين now. This is a big orange kite. This is a big orange kite. من بعيد بقى. That is a small yellow kite. This is a tall blue robot. That is a short black robot. That is a short black robot. الجمل دي هتقراها في الهومورك مع الريدنج. يلا بينا يا زياد. That is a short or tall green robot. Short. Yes. محمد رؤوف. This is a space white kite. Small or big? Small. This is a small white kite. Yet, this is a small or big yellow kite. بص اللي فوق small دي صغننة لكن دي ايه؟ Big. يبقى this is a big yellow kite. أحمد سعد. That is a tall or short orange robot. Tall. برافو. عشان احنا كان عندنا واحد شورت فوق اهو وده tall. بص يا جميل بقى يوسف النحاس هنوصف الشجرة اللي لونها بني دي. يوسف النحاس هو اللي هيوصفها لي وهيشاور عليها من قريب. هتقول ايه يا جميل؟ This is this is a tall comma bravo brown tree. أحلى سوفة. This is a tall brown tree. طيب محمد هاشم لو شاورت عليها من بعيد هقول إيه؟ That is a tall بعدين كاما brown tree. أحسن واحد. برافو. That is a tall brown tree. يلا نعمل حاجة تانية. هنعمل
مثلا كار، وهنعملها صغنونه كده توي كار، ونعملها بلون مثلا ريد، وعايزين نشاور عليها من قريب ومن بعيد عشان نطبق اللي احنا اخدناه. اتفضل يا اياد جمعة، اشاور عليها من قريب اقول لا ركز كويس، لازم السايز الاول. ايوه برافو، this is a small، وبعدين اعمل كما red car. برافو ايوه كده، this is a small red car. طب لو عملتها من بعيد يا ميزو هقول ايه؟ يس برافو. ها بس ما بنقراش الكما بقى، that is a small red car. That is a small red car. يبقى المفرد القريب بنقول له ايه؟ This is. والمفرد البعيد بنقول له ايه؟ That is. This is للقريب. This is للقريب. That is للبعيد. This is للقريب. This is للقريب. That is للبعيد. This is للقريب. That is للبعيد. Kid, our session has come to the end, and when we finish, we always say goodbye. Goodbye. I love you.